لازلنا مع باب ذكر القرآن من مسند الإمام الربيع رحمه الله تعالى. قال الربيع بن حبيب، وقد تقدم عندنا أنه هو أبو عمرو، كنيته أبو عمرو واسمه الربيع بن حبيب، وحبيب أبوه كان فقيها من طلاب الإمام جابر بن زيد ومن أصحابه. أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو البصري، نسبة إلى الأرض التي أقام بها ودام مكثه فيها، وإلا فهو من غضبان تابع لولاه الفراهيدي. عن عبد الأعلى عن داود، وهذا خطأ هنا مطبعي، هو عبد الأعلى بن داود، فهذا خلاف المطبوع. قال عن عبد الأعلى عن داود، والصواب عن عبد الأعلى بن داود، هو خطأ مطبعي. وعبد الأعلى بن داود هذا أيضا تصحيف، وكذا رواه الربيع عن عبد الأعلى ابن داود، والصواب عبد الله بن داود. والتصحيفات واردة، والأخطاء قد تكون هنا للحفظة والرواة، كما صحف في عبد الرحمن بن بطة العكبري وهو عبد الله بن بطة العكبري، فالتصحيفات ترد عند المحدثين. فهذا ليس اسمه عبد الأعلى بن داود، وإنما هو عبد الله بن داود، وهو حافظ ثقة عابد ناسك، ولذلك روى عنه الإمام الربيع رحمه الله عن عكرمة. عكرمة هذا هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس، وأصله من البربر مغربي، وكان مولى للحصين، ولما تولى ابن عباس ولاية البصرة لعلي بن أبي طالب أهدى الحصين عكرمة له، فصار عكرمة يعرف واشتهر بعكرمة مولى ابن عباس. عكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة هذا الاسم ذا هو اسم أنثى الحمام، عكرمة هو اسم أنثى الحمام، وبقي يطلب العلم 40 سنة كما هو حدث عن نفسه، يقول بقيت وأطلب العلم 40 سنة حتى تشيخ، وشيخه شيوخه. عكرمة هذا شيخه شيوخه، ما شيخ عمره، وقال هلموا إلي أيها الناس فعندي ما عند ابن عباس، ويرى نفسه من طور سيناء أكبر. كلا، كان ابن عباس يقول له يا عكرمة من جاءك مستفتيا لحاجته فأفته، وإن جاءك غير محتاج فلا تفتي، أعرض عنه، ربما يجيك يسألك تفتيشا، يفتش عن بعض المسائل ويبحث كذا وليس له بها حاجة. كان عكرمة بعد ذلك يقول بيني وبين ابن عباس الباب، عكرمة يقول بيني وبين ابن عباس الباب، هو يفتي في الداخل وأنا أفتي في الخارج. كان عكرمة فقيه في عهد الصحابة، ولذلك من أقرانه الإمام جابر بن زيد رضوان الله عليه، كان جابر يسميه بالبحر، والبحر يقول هذا البحر فاسألوه، جابر أبو الشعلة يقول هذا البحر فاسألوه. كان محدثا وفقيها ومفسرا وعالما لا يشق له غبار. عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عن المسلمين أجمعين، وكان هو أصله من المغرب، وتوفي ذلك في المغرب، وعمر 80 سنة وقيل 84 سنة، لأنه وفي وفاته أقوال، قيل مات 105، وقيل 106، وقيل 107، وقيل غير ذلك. فعاش طويلا وتضلع من العلم حتى صار يشار إليه بالبنان بين الأقران، وهكذا اللي بيتعلم صحيح لا يتزبب قبل أن يتحصر، الحصر والزبيب، يبقى يكون زبيب هو بعد لا زال حصرا، وبيفتي هو بعد ما يعرف أبدا من العلم شيء صفر. كلا،
بل على يعني يقول ابن عطاء الله السكندري في بعض حكمه: ادفن نفسك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. بعض المزروعات كذا، بعض الأنواع الزراعية لا تنبت ولا تستوي إلا بالدفن. مثل إيش؟ أول شيء الفدان، الفدان نعم، والجزر، محاصيل، أنواع من المحاصيل إذا أردتها أن تستوي بلا دفن ما تستوي. كذلك طالب العلم ابتداؤه يدفن عشان يشتد عوده ويستوي، وبعد ذلك عاد إن شاء الله أظهره وإن شاء أضمره، إن شاء أظهره وإن شاء أضمره. والإمام أبو عبيدة رحمه الله نفسه قال: طلبت العلم 40 ثم طلبت 40. طلبت العلم 40 سنة، يتعلم 40 سنة. فعكرمة هذا وعاء من أوعية العلم، وعكرمة بعض العلماء قدح به وقال هذا يرى رأي الخوارج، والواقع أن عكرمة يعني وقع بينه وبين سعيد بن المسيب ما وقع من خلاف في من نذر بمعصية أيفي بنذره أم لا. جاء السائل لي سعيد بن المسيب قال: في من نذر بمعصية أيفي بنذره أم لا؟ قال: يفي، وعليه أن يكفر. وجاء السائل نفسه إلى عكرمة وقال: فيمن نذر بمعصية أله أن يفي؟ قال: لا، وعليه أن يكفر. فرجع السائل إلى سعيد بن المسيب قال: عكرمة يقول ما علي، ما ليس علي وفاء عليه الكفارة. قال: ارجع إليه قل لتصمتن وإلا لأوجعن ظهرك. فذهب إليه وقال يقول لسعيد بن المسيب لتصمتن وإلا ليوجعن ظهرك. قال: أما وقد قال الذي قال؟ فقل له لقد أوجع ظهرك ملوك بني أمية قبلي، فقبل أنت موجوع بالذي لقد حدثني به، أنت أوجعت وذقته قبلي. وصارت بينه وبين سعيد بن المسيب. وعلى كل حال ذهب يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى. عن ابن عباس، ابن عباس هذا الحبر البحر